عندما توافق شعب البحرين مع الأسرة الحاكمة بأن البحرين يجب أن تكون مستقلة، كان هذا التوافق على أسس واضحة وجلية تم صياغتها في دستور 73. ومن أهم بنود هذا التوافق أن البحرين تكون دولة مستقلة ذات السيادة، والسيادة للشعب، والنظام السياسي نظاما ديمقراطيا. وعلى أثر ذلك كان شعب البحرين يعمل بأن يكون هناك تفعيل واضح لهذا التوافق، ولكن مع الأسف منذ يوم الأول للاستقرار حتى اليوم تم الانقلاب على هذا التوافق، ولازلنا نقول بأن الاستقلال بدون السيادة الشعبية، والاستقلال بدون تداول السلم للسلطة، والاستقلال بدون أن يكون هناك نظاما ديمقراطيا في البلد، والنظام مبني على فصل السلطات، وبدون أن يكون هناك انتخابا حرا مباشرا للشعب لممثليه، إضافة إلى عدم السماح للقوى الأجنبية أو الإقليمية أن تتدخل في الشأن المحلي بصورة واضحة، وكذلك عدم السماح للقوى الخارجية أن تكون لها هيمنة سواء في شأن الاقتصادي أو شأن العسكري أو شأن المالي أو شأن الأمني بهذه الصورة الحاصلة الآن في البحرين، فهذا كل ما أشارات أن هناك انتقاص لواقع الاستقلال في البحرين. ونقول المسؤول الأول لهذا الوضع الذي أدى إلى التفريط باستقلال البحرين وأدى إلى التفريط بالسيادة هو نظام الحكم، ولذلك هو المتهم الأول في هذا الأمر، وهذه جريمة كبرى. يجب إعادة النظر في هذا الأساليب، ويجب رجع المسار إلى الأول. من هذا المنطلق كل الفئات الشعبية التي طالبت بمطالبها في ثورة 14 فبراير كانت تريد أن ترجع السكة إلى الأصل، السيادة للشعب، النظام ديمقراطي، وفصل بين السلطات وتداول السلم للسلطة. لذلك نقول ونحن في هذه الذكرى، ذكرى استقرار البحرين، تغييب هذا التاريخ دلالة واضحة بأن النظام الحكم لا يريد استقلالا حقيقيا، استقلالا شكليا. ونجدد نقول بأن هذه المطالب سوف تظل قائمة إلى أن يتم تحقيق الاستقلال الحقيقي للبحرين.